السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم الرفيسة المغربية على حقها وطريقها بتقديم اللي هو بريستيج أو عصري. كتجي هائلة، كتجي لذيذة، وأكيد غادي تعجب كل من ذاقها. حاولت في هذا الفيديو نعطيكم جميع النصائح، جميع الأسرار، يعني والطريقة اللي هي مبسطة للمبتدئات باش يحضروها وما يعكزوش عليها، لأنها شي حاجة اللي ضرورية، وخصوصا في المناسبات وحتى في الأعياد. بقاو معايا نشوفوا كل هالتفاصيل في هذا الفيديو. اول شيء كنشرملو الدجاج. بالنسبه ليا غادي ثلاثة ديال الدجاجات، وطبعا كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو. فانا درتها بمناسبه العمره، يعني عائله مجموعه عليها، فدرت ثلاثة ديال الدجاجات. درت كميه مسكين جبير، واحد المعلقه كبيره تقريبا، معلقه كبيره ديال التوابل ديال راس الحانوت، يعني التوابل المغربيه الخاصه او العشوب ديال الرفيسه. ضفت الخرقوم والثومه واحد ثلاثه حتى اربعه ديال الفصوص. مازال غندير واحد رصاين. غادي نضيفو كميه من الفلفل الاسود اولا الابزار، نيما الدوابي كلها مازال غنعاود نضيفها. وبالنسبه للزعفران شعره فانا غادي ندير جوج دويمات، غادي نضيفهم مع المكونات. يعني ما بينتكمش المكونات بوحديتها، حضروا مره واحده باش ما يكونش الفيديو طويل، وان عندي الضياف وكنحاول يعني نزرب باش نوجدها، خصوصا انني غندير التتريد وغادي نوجد حتى المرق في نفس اليوم. غادي نضيف كميه من الملح، وطبعا الدجاج كنكونوا مرقدين من قبل في الملح مزيان في الخل او الحامض. وكنضيف كميه من الماء باش نخلط هاد التوابل. وبالنسبه للمسخن فكيبقاو على حساب الكميه اللي بغيتو، كل ما درناهم كتكون المذاق احسن وكيكون يعني كيعطي نتيجه احسن. بغيتو تنقصو خفتو منهم، بالنسبه للناس اللي حواميل او اللي عندهم شي حاجه اللي كتمنعهم انهم يكثروا منهم، ديروا كميه اقل. كنجيبو الدجاج اللي كيكون طبعا مغسول مزيان ومستقطر، وكندهنوه بهاد الشرميله. ومن الاحسن يكون الحجم ديالو شويه صغير، ما يكونش كبير بزاف، خصوصا للمبتدئات باش ما يعذبهمش. الرفيسه كما كتعرفوا معظم المناطق خصوصا الناس ديال الغرب كيحضروها في العقيقه، كاين اللي كيديرها كاع في الاسبوع، وكاين اللي كيديرها في 3 ايام. بالنسبه لنا حنايا كنديروها نهار 3 ايام، وكلها على حساب العادات والتقاليد ديالو. ومن غير هادشي كنديروها في مناسبات بحال المولد النبوي، بحال هكايا يعني كنتشهوها كنحضروها، ولا كيجيو الضياف كيبغيوها كنوجدوها. وكاين الناس اللي كيديروها ديك في لي كوموند كيطلبوها منهم. خليو الدجاج يتشرمل ونوجدو التريد. بالنسبه للتريد فهاد الطريقه يعني سهله جدا جدا، ما يتعكزكمش اكيد، وكتجي من السما وما كترش في المعده. من الاحسن ندير لكم فيديو مستقل، فيديو بوحديتو باش يسهل عليكم تلقاوه، وما نطولوش هذا الفيديو حتى هو بزاف. وغنمشي كنوجد بعد ما كنخلي العجينه ترتاح البصله ديالي. البصله الكميه على حسب الرغبه، الا كنتوا غتخليو المرق عادي اولا غادي تعسلو البصله، اولا بلا ما تعسلو يعني ما تكونش معسله، غير تشحروها وتقدم بوحديتها، كتبقى الكميه على حسب شنو بغيتو نتوما. انا تقريبا درت 3 كيلو ديال البصله اللي كنقطعها بهذا الشكل شرائح رقيقه. كناخذ الطاوه على حساب الحجم ديالي، الحجم ديالها على حساب الدجاج، ما نساوش هاد التوابل اللي كتبقى. وكنديروا نار مهيله دائما، شيوات اللي بحال هكا تنقول لكم طيبوهم على نار اللي هي مهيله باش كتجي بنينه. الا تخطف طابت بالجهد اولا كتشرب غير الماء وما كتجيش نهائيا يعني مبنه في الداخل، خصوصا الدجاج وحتى اللحم بطبيعه الحال. كناخذ ديك البصله اللي قطعت وكنديرها هكا في الجوانب، وكنستمر كنقطع، ما حدني كنقطع البصله وانا كنضيفها باش كنربح الوقت. وكنزيد التوابل، ان كما لاحظتوا في المره الاولى ما درتش بزاف، والرفيسه هي العطريه. كندير كل حاجه منها شويه وما نساوش المسخن بطبيعه الحال، والسمن معلقه صغيره او كبيره على حسب الذوق، وشويه ديال الحلبه. الحلبه انا كميه اكثر من هذه غنطيبها بوحدها، لان ضروري المسخن والحلبه هما اللي كيعطيو المذاق الزوين للرفيسه. انا كتعجبني شخصيا الحلبه مع الرفيسه. درت واحد الراس ديال الثومه يكون صاين كبير او جوج، نحاول نخلط واحد شويه
وغادي نغطيها. بعد ما كنضيف واحد الباقه ديال القزبر والمعدنوس، خلينا نار مهيله حتى كتطلق الماء ديالها وطيب فيه. ضروري ما تكتروش الماء باش ما يجيكمش الدجاج باسل. ناخذ واحد شي حاجه باش نتقب الدجاج باش ما يطبطقش ليا، ضروري. ونسد عليه بلا ما نسد على الكوكوط، يعني غير مطايه عاديه لدينا الكوكوط غيطبطق حتى كنحس به دخلو الطياب. غناخد شويه ديال المرق باش غادي نطيب العدس. العدس اللي كنكون نقعتو من قبل في الماء سخون او ليله كامله باش ما كيتحلش وكيبقى شاد راسو. غنزيدو شويه ديال الماء ونخليه يطيب. نفس الشيء غادي دير الحلبه، يعني الحلبه كميه اختياريه كما قلت لكم، كل ما كانت المذاق ديالها تيكون احسن. بالنسبه للتزيين فغنوجد بيض السمان، انا كنفضلو في الوصفات او في الاطباق اللي بريستيج بهذا الشكل، والمشمش اللي غادي نسلقو مع شويه ديال الملحه غير شويه، واحد العود ديال القرفه. ما نديروش القرفه حبوب لان كتغيروا الشكل ديالو، هي عود فقط يكون كبير. ونخليه يتسلق، من بعد كنحيد داك العويد وكنعسل. بعد ما كنضيف السكر واحد المعلقه كبيره حتى جوج معالق، انا درت هنا جوج معالق باش يجيني معسله مزيان، لان ما غاديش نعسل البصله، فغنكتفي بالحلاوه ديال التمر وديال هذا المشمش. نخليها على نار مهيله كذلك يتعسل على خاطرو، نردو ليه البال باش ما يطيبش مزيان لان غادي نزينو به. وكاضافه اخرى غناخد الكنافه، الكنافه كانت عندي في المجمد فقلت نزين بها، ندير بها عشاش، يعني غادي ندير عشاش ديال الكنافه معمرين بالبيض ديال السمان. كنلبسهم هكا المول ديال الكب كيك، ممكن ديرو غزلافه يعني تجيكم بشكل كبير. ونحاول نخلي الفراغ في الوسط. وبالنسبه للكنافه الاخوات كيسولوني عليها الناس اللي في مكناس، فهي كاينه عند عبد الخالق اللي في المركب ديال باب المنصور اللي في الهديم حدا الطاكسيات ديال الهديم، فعندو في المجمد يعني كيبيعها، راه كاينه لو بغيتو تحضروا بها وصفات، لان بزاف الاخوات ما كيلقاوهاش. وطبعا غادي ندير ليها كميه لا باس بها من الزبده المذابه، حتى كنحس بها كلها تدهنات بالزبده. وكندخلها الفران تحمر من التحت ومن الفوق وتشد راسها مزيان وتقرمش، ونخليوها تبرد على الجنب باش غادي نزينو بها الرفيسه ديالنا. كنقلبو الدجاج وكنلقاوه طاب، كنحيدوه بشويه وبالمهل من المرق، وكنحاول نعزل واحد الكميه من البصل، وكنديرها في طاوه مستقله. غادي يكثر عليكم شويه ديال الموعد ولكن معليش تستاهل، خصوصا الا حضرتوها للضيوف، ف خصكم يعني تكون واحد اللمسه ديالكم اللي هي متميزه. ونغيرو شويه على رفيسه المعتاده، هذه كنشحر مزيان ديك البصله مع التحريك المستمر حتى كتولي بحال الدغميره. اللي بغات تعسلها فغدير لها شويه الزبيب وشويه ديال العسل او السكر لكم الاختيار، ما كتعجبنيش بصراحه البصله معها معسله، وكتبقى على حسب الذوق. كناخذوا الدجاج ديالنا وكندهنوه بشويه ديال الزبده او شويه السمن اللي بغيتو، كاين اللي كيدهن حتى بشويه ديال العسل، ونخليوه يتحمر في الفران. البصله راه كتقلي على الاخت ديالي مقابلها، وانا مقابله التريد اللي كنكون قطعته وقبل التقديم كنبخرو او كنفورو. الكنافه ها هي بعد ما تحمرات مزيان وتقرمشات كتجي عشيش على هذا الشكل. وكاضافات اخرى فغادي نحتاج للتمر، اولا قبل بيض السمان اللي قشرته، التمر اللي عمرته باللوز مقلي، وحتى القرقاع درته في داك المشماش اللي تعسل. والتقديم دائما اختياري وكيبقى على حسب المتوفر. التريد ديالنا هو تبخر، غادي نديروه في طبق التقديم او في كسعه، ومن الاحسن تكون واحد الكسعه لاله ولاتي كبيره باش تقد العائله كامله. بالنسبه للتريد فهاد الكميه درت معاها كيلو زايد شويه ديال الدقيق، نحاول نحلو بالطريقه اللي كندير، يعني ما كيتعجن ما كيتلصق ما حتى حاجه. نحط لكم فيديو ان شاء الله في القريب وتعجبكم الطريقه. وغادي نبدا كنسقي مزيان حتى كنحس بها كلها تسقات. وطبعا المرق اللي كيتبقى لينا كنقدموه في زليفات مرافقه.
او كيف قلت من قبل نديرو غير وحده تكون في زلافه كبيره ونطيبوها وتجي عامره ببيض السمان. انا نحاول ندير ثلاثه في كل وحده، ومن بعد غنرشهم شويه ديال البافو او ديال بذور الخشخاش كيجي بحال شكل عشيش، وتزين الاخر. غادي ندير طبعا ديك البصله اللي كنكون قليتها مزيان مزيان في مقلاة أو في طاوة ووضعتها فوق الدجاج بهذا الشكل. بالنسبة للمبتدئات اللي يديهم تقال فتري توجدوه نديلة قبل، اللي عندكم طبعا الضيوف الأشياء اللي غادي تزينوا بها كذلك وجدوها من قبل. العدس درتو بهذا الشكل حتى هو كما كتلاحظوا، والتمر والمشماش بهذه الطريقة. صافي كيكون تقريبا انتهيت من التقديم او من الزين، وكنقدموه طبعا كيف قلت لكم بزليفات بالمريقة مرافقة. نضيفت عشيشة اخرى حيت بقات ليا البلاصة خاوية. اكيد هاد الرفيسة كتجي لذيذة بزاف. اللوز اللي بقالي هرمشتو ودرتو فوق البصل. يكون تقريبا هذا هو الشكل النهائي كيف قلت لكم، بعد ما كندير شويه ديال البافو او بذور الخشخاش فوق البيض، وكنقدموها مباشره وهي ساخنه مع المرق اللي كيتبقى لنا. اكيد غادي تجيكم الا جربتوها لذيذه بزاف بزاف، والتقديم دائما اختياري وعلى حساب الرغبه وعلى حساب المتوفر. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع، وعلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ديال تريد. مع السلامه.